مشاهدينا أهلا بكم من جديد. قام قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يوم السبت الماضي بصيام 19 كاهنا جديدا للخدمة الكهنوتية والرعوية، منهم 11 كاهنا للخدمة بالقطاعات الرعوية بالقاهرة وكاهنين للإسكندرية ومثلهما لخدمة الكرازة بإفريقيا، وثلاثة لإباراشية الأقصر وكاهنا واحدا للولايات المتحدة الأمريكية. كان قداسته قد صلى القداس الإلهي بالكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه عدد كبير من أحبار الكنيسة. وعقب صلاة الصلح تمم صلوات صيامة الكهنة الجدد لينالوا درجة القسيسية. نتابع. رسم قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عددا من الآباء الكهنة الجدد للخدمة في كنائس القاهرة والإسكندرية والأقصر وأمريكا وإفريقيا، في حضور الآباء الأساقفة الأجلاء المسؤولين عن هذه الإبراشيات وأسرة كل كاهن من الآباء الجدد. صدقوني أنا مبسوط خالص خالص من أجل البركة الكبيرة. أنا ما كنت مستحق لهذه البركة الكبيرة، فأنا أشكر ربنا على هذه النعمة الكبيرة، وأتمنى من صلواتكم والتصلي من أجلي علشان تسندني في خدمتي. نعمة كبيرة وبركة كبيرة ومسؤولية كبيرة، المسيح يعنينا ونكون قدها. الامتلاء يبقى فيه فترة 40 يوم زي ما قداسة البابا قال، يبقى فيهم امتلاء عشان يبقى فيه بعد كده كان يعني بمثابة إعداد للخدمة عشان نرجع ويبقى فيه ثمر في الكنيسة بنعمة ربنا. هي مشاعر مختلطة جدا ما بين إنك فرحان بنعمة ربنا اللي بعد كده هي اللي هتشملك وهي اللي بإذن ربنا هتحركك في كل حاجة، وفي نفس الوقت ما بين الإحساس بالمسؤولية، لأن الكهنوت ده وزنة كبيرة جدا إنك تبقى مسؤول عن، بالإضافة لنفسك أنت مسؤول عن شعب بحاله. اعتدنا في الصوم المقدس أن نرسم الآباء الكهنة الذين يخدمون في مواقع كثيرة. أولاً بناخد بركة الصوم في الرسمات دهيت، وثانياً فترة الصوم بتبقى في الأديرة فترة روحانية عالية جداً، فيقضي الأب اللي هيترسم يقضي فترة زاد روحي وشحن روحي يستفيد بيه لما يبتدي خدمته بنعمة المسيح. وجاءت عظة قداسة البابا كنصائح للكهنة الجدد، ودعاهم للحرص على قراءة الكتاب المقدس وفهمه ودراسته، وكذلك دراسة كتابات الآباء الروحية والنسكية مع الاهتمام بخدمتهم الجديدة. إحساس جميل جدا، الواحد ما يستحقش النعمة ديت، لكن نشكر ربنا على اختيار ربنا ونعمته، وطبعا قداسة البابا محبة كبيرة قوي ان هو يرسم كل الناس ديت ويرسم للخدمة في امريكا في المهجر ومصر، فحاجة جميلة جدا. مشاعر مهيبة الوقفة قدام قداسة البابا والجو كله، مشاعر مهيبة جدا الوقفة قدام ربنا والخدمة والمسؤولية، وبنطلب من ربنا يكون يعني نكون قدها ونعرف نخدم الكنيسة. يعني احنا ما نستاهلش، بس احنا متاكدين يعني ربنا بنعمته هيسندنا وهيقوينا. الفتره دي بفتره كورونا محتاجه الناس بعدت شويه، محتاجين نرجع نفتقد اكتر، محتاجين اكتر نقرب من الناس، محتاجين نبقى معاهم على السوشيال ميديا اكتر، فربنا يسندنا. احنا ما نقدرش نعمل حاجه لوحدينا الا بنعمه ربنا يعني وبتعليم الاباء بتوعنا كلهم. كما شجع قداسة البابا الحضور على استغلال فترة الصوم الكبير، وصفا إياها بفترة الانشغال بالنفس كي يزداد كل إنسان في حياة الفضيلة والجهاد الروحي. حصاد كثير والفعل قليلون، انضمام 19 كاهنا جديدا للخدمة في حقل المسيح ليأتوا بثمر. تحدث قداسة البابا عن 5 مفاتيح للخدام الجدد وللأباء الجدد، لفت النظر إليهم، هم النعمة والمعرفة والأبوة والنجاح والملكوت. نصلي كي يبارك الله كنيسته وأن يعطي الأباء الجدد قلب داود وحكمة سليمان. من دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون، فريد إدوار، سي تي في.